في اطار مكافحه الجريمه بشتى انواعها لا سيما جرائم النصب والاحتيال تمكنت قوات الشرطه بالامن الحضري الاول بالبرواقيه تابعه لامن ولايه المديه من توقيف واطاحه بشبكه اجراميه تتكون من ثلاثه اشخاص تمتهن يمتهنون النصب والاحتيال على المواطنين افراد الشبكه الاجراميه قاموا بالنصب على احد التجار الذي يقطن باحدى الولايات المجاوره والذي تعرف عليهم عبر احد المواقع التجاريه الالكترونيه المعروفه بالجزائر ليتم استدراجه الى مدينه البرواقيه وسلب له ممتلكاته ليتم ترسيم شكوى من طرف الضحية ضد مجهولين أين تمكنت مصالحنا في ظرف جد قياسي من تحديد هويتهم والذين يقطنون كذلك بدائرة مجاورة لمدينة البروقية أين كثفت مصالح الشرطة القضائية بذات أمن الدائرة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت على توقيف المشتبه فيهم وكذلك حجز كمية كبيرة من القماش التي كانت محل سلب وسرقة بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في نقل